هنا مدة 5 سنوات. القرآن في السجن هو الرفيق وهو الصديق وهو الأم وهو الأب. في الحبس كي تدخل صاي ما تلقى الحالة مسكرة. وفي المؤسسة العقابية أنا تعلمت صوالح كي اللي ما كنتش نعرفها. غلطنا وإن شاء الله ربي يكون معنا. السجن هو قبر الأحياء وبيت الأحزان، وهو دار ابتلاء ومكان ندم المذنبين. الكل منا يعرف أن بين دخول السجن والخروج منها مسافة تحسب بالسنوات. أسئلة كثيرة راودتنا حول الحياة داخل السجن، وكيف يشغل السجين وقته داخل محبسه، وكيف يمر كل هذا الفراغ خلف أسوار السجون. تساؤلات جعلت من زيارة أحد السجون هنا في الجزائر حتمية بالنسبة لنا، لتكون مؤسسة إعادة التربية والتأهيل لعنو السارة بولاية الجلفة وجهتنا. عرف قطاع السجون تطور ملحوظ في كل المجالات، خاصة في مجال إعادة الإدماج، وعليه تعتبر مؤسسة التربية والتأهيل عين والسارة مؤسسة نموذجية ذات 2000 مكان تحوي كل المرافق الخاصة بالتعليم والتكوين والورشات الإنتاجية. وراء هذه القضبان حياة أخرى، عالم آخر، أناس أجرموا بقصد وأناس أجرموا عن غير قصد. منهم من لا يزال يتخبط بين تأنيب الضمير وعقدة الذنب والخوف من المستقبل، وآخرون اختاروا تجاوز ظلمات السجن عن طريق التكوين والتعليم في أقسام وورشات خصصتها لهم مؤسسة إعادة التربية والتأهيل. سجلنا 15 تخصص، هذا ال 15 تخصص يشرف عليه أساتذة مختصين منتدبين من التكوين المهني على مستوى عين والسارة. بالنسبة للدراسة أو التكوين، هذا يكون بطلب من النزيل ويخضع في ذلك إلى الخطة الفردية التي تشرف عليها مصلحة الإدماج، وهذا بتفريد العقوبة. يعني كل نزيل على حسب يعني الوقائع اللي متابع بها، على حسب العقوبة اللي مسلطة عليه، على حسب هو والشخصية تاعو، يتم توجيهه للتكوين اللي يعني يقدر يستفيد منه. هو كل شيء مؤهل، لكن كاين شروط. اول الشرط الاول تبدا يدينا طالب، دونك سي سا با بار فولونتي. دونك حنا ما نغرموش ما نسيفوش النزيل يدير يعمل في اي ورشه. دونك اولاتها تبدا بالطالب تاعو، ثم كاين امور اداريه منها حنايا صحيه، كاين سكون ابل لابتيتود دو ترافاي، اسكو لي ابت اترافاي او با، دونك بارابول الحاله الصحيه تاعو ونوع العمل يخدم فيه، تو ديبونش من الورشه يخدم فيه. اخترنا أن تكون بداية زيارتنا من ورشة الصيانة والتلحيم. تقربنا من أحد السجناء الذي قرر بعد مكوثه في السجن لسنوات التوجه نحو التكوين داخل المؤسسة العقابية والحصول على شهادة. في الحقيقة ما كانش عندي تكوين قبل دخول المؤسسة العقابية. بعد دخول تاعي للمؤسسة العقابية، قعدت وحدي هكذا خممت، درت تكوين. جاونا من التكوين المهني لجنة، قالوا لنا يعني فهمونا كيفاش نديروا التكوين، مش كيما يقول لك فوائد تاوعو منا. بالنسبة لي أنا مسجون، درت شرحوا لنا تخصصات الأخرى، درت أنا التخصص تاع التلحيم، ورشة التلحيم. بعد مدة تاع 6 شهور ديت الشهادة تاعي تاع التلحيم. بعدها دخلت الورشة تاع التلحيم لهنا، إن شاء الله زادوا دارونا شروحات على بعد انقضاء المحكومية تاعي، نقدر ندير لونساج وندير الآخر، يعطوني دعم إن شاء الله نفتح ورشة. العمل في الورشة حسن كثيرا من نفسية هذا السجين الذي يطمح بعد خروجه من السجن
في فتح مؤسسة خاصة وتكوين شباب في هذا المجال. نفسيتي درك انا راني كيما يقول لك راني خير من اللي كنت من قبل، تما ما كانتش عندي نفسية مليحة، دايما نخمم في الحد تاعي في الاخر. بعد ما درت التكوين تاعي وليت نخدم في ورشة التلحيم تسقمت النفسية تاعي. وفي المؤسسة العقابية انا تعلمت صوالح كاين اللي ما كنتش نعرفها. بار اكزومبل دوك انسان لاسيودور مثلا التخصص هذا انا ما كنتش نعرف من قبل. كي دخلت داخل المؤسسة العقابية تعلمت صوالح بزاف. وان الورشة تقوم بإنجاز السرة المزدوجة والفردية والهياكل الطاولات المطاعم وطاولات التدريس وبعض الهياكل للكراسي. وتحتوي هذه الورشة على 14 مسجون مؤهلة بعد أن زاولت الدراسة المهنية داخل مؤسستنا العقابية، وبناء على فوزهم وبعد مرورهم بلجنة التطبيق تم اختيارهم وأصبحوا مدمجين ومؤهلين لهذه المهنة. سجين آخر التقينا به خلال جولتنا في المؤسسة العقابية اختار التكوين في مجال النجارة. هذا السجين وجد في المؤسسة العقابية فرصة له في التكوين والحصول على شهادة في مجال أحبه كثيراً، خاصة وأنه لم يكن يملك أي شهادة قبل دخوله المؤسسة العقابية. احنا لهنا في سنة 2020 درنا إعلان في قناة مصغرة التكوين المهني، وإحنا تقدمنا بطلبات وقبلونا وجوزنا كما يقولوا ستاج براتيك. أنا دخلت لهنا المؤسسة هذه بدون شهادة، واليوم قريت وتحصلت على شهادة وراني نخدم في الورشة هذه باش غدوة إن شاء الله كي نخرج إن شاء الله نسي كيفاش ندير مؤسسة مصغرة. إن شاء الله كاين كما يقولوا إدماج، كاين إثبات مستوى، كاين بزاف صوالح باش تندمج باش كي تخرج إن شاء الله متعاودش دير نفس الغلطة كما يقولوا، تا لهنا تعاود مراجعة النفس. عندنا العمال الفعليين عندنا 20 يجوا على أفواج، وعندنا المتربصين على مستوى الأقسام تاع التكوين المهني عندنا 60 ثاني يجوا على أفواج. هنا عندنا مقاعد الجمهور تاع المحاكم، عندنا الأسرة المزدوجة تاع الإقامة تاع الموظفين تاع المؤسسات العقابية، عندنا الكراسي تاع المحاكم، عندنا تجهيز مكاتب تاع المحاكم، تجهيز مكاتب تاع المؤسسات. لا زالت جولتنا في مؤسسة إعادة التربية والتأهيل متواصلة، ولعل ما لفت انتباهنا كثرة الورشات وأقسام الدراسة والتكوين داخلها، حتى خيل إلينا للحظة أننا في مصانع، ناهيك عن الاهتمام الكبير للسجناء بالتعليم والتكوين، وهذا ما يعطي الانطباع في رغبة الأغلبية منهم في تصحيح الذات والتعلم من الأخطاء السابقة. وهذا ما أخبرنا به هذا السجين الذي اختار التكوين في مجال الخياطة. احنا دخلنا الحبس المؤسسة هذه غلطنا، دخلنا علمونا الدخل يوريونا كيفاش تبقى المراحل الأولى ندخلوا، يوريونا كيفاش نكون مع الأوائل ندخلوا المؤسسة، بعد يشوفوك يخرجوك يديروك رئيس احتباس يوري لك يقول لك هاي كيفاه دير كيفاه دير كونك عاقل، بعد يدخلك للتكوين المهني. هذا دخلت انا للتكوين المهني في اختصاص ورشة الخياطة. وعلاش اخترت ورشة الخياطة دون ورشات اخرى؟ ما ورشة الخياطة تساعدك كي تخرج برا ان شاء الله، كاين بزاف منها رانا نشوفوا فيها بتيليات تبان بلي راهي مليحة، الوقت تاعها راهو مليح يمشي. تعلمت فيها، دخلت قريت جبت 16 تاعي، بعد كده دخلت جابوني لهنا وليت نخدم. ندم كبير يعيشه هذا السجين الذي قرر التكفير عن ذنبه بإشغال نفسه بهذا التكوين حتى يتجاوز فترة عقوبته والاستفادة منها لانطلاقة جديدة بعد الخروج من المؤسسة العقابية. راني مع عمراني هنا مدة 5 سنوات، تعلموني كان هنا قبلي
ودوك انا نولي نهاد خالتي معايا نتعلموا في كيف كيف ان شاء الله نخرجوا لبرا ونولوا عبره شغل نولوا ملاح يشوفونا العباد ماشي شغل مجرمين ولا شغل شوفونا ناس ملاح خرجنا مؤسسات غلطنا وان شاء الله ربي يكون معنا. مشروعات إنتاجية ضخمة هنا خلف أسوار السجون تتنوع بين النجارة والصناعة، والغرض منها تأهيل السجناء وتهذيبهم وتعليمهم حرفا تدر عليهم أموالا وتبعدهم عن عالم الإجرام لدى خروجهم من السجن. بالنسبة لشهادة البكالوريا سجلنا 187 محبوس، شهادة التعليم المتوسط 152، شهادة المحو الأمية 204، جامعة التكوين المتواصل تمت مناقشة رسائل تخرج الخاصة بالدراسة القصيرة 22 طالب في شهر جانفي 2021. بالنسبة للتعليم القرآني 254 محبوس. التعطير يشرف عليه أساتذة منتدبين من مديرية التربية وأساتذة تابعين لقطاع السجون، بالإضافة إلى الاستعانة بمختلف القدرات والقدرات الخاصة بإطارات المؤسسة العقابية من ضباط أو أعوان ذوي مستوى جامعي. دونك أنا كيقوم زيارات في الورشات، مختلف الورشات الإنتاجية، شفنا لاحظت أنا بيرسونالمون لاحظت فوالا في سلوك تاعهم ولا باغ اكزومبل يسون بلوس كالم بلوس موتيفي بلوس امبيسيوس. اعتقاد البعض بالخطا ان السجون مكان لقضاء العقوبه وفقط، في حين ان المؤسسات العقابيه تحولت لمكان للاصلاح والتهذيب، حيث يتعلم السجناء العديد من الحرف. أين رصدت كاميرا برنامجنا المنتجات المختلفة للسجناء خلف أسوار السجون؟ أنا كنت قبل دخلت الحبس ومن بعد كديت هنا الحبس الحمد لله درنا تكوين مهني هنايا وتعلمت الحرفة هذه تاع الصباط هذه، ومن بعد درنا ستاج على كل حال هنايا والخدمه هذه عجبتني انا، ما بغض ما نبدا كنعود كما نعود نخرج ولا كما نخدمها، عندي واحد 6 شهور هكذاك والحمد لله تعلمت ولا باس. انا نطلب جميع المحبوسين اللي هنا حرفه كيما هذه البر ما يلقاهاش على كل حاله، هنا تعلم وكلش. 9 محبوسين في هذه الورشه متخرجين، وعندي 28 في التكوين. 6 اشهر الاولى خدمنا 1200، وذكر أنا في السمانة نخدمه 900 في السمانة. المؤسسات العقابية هنا بالجزائر تحوي أيضاً على أقسام للتعليم في كل المستويات ابتداءً من محو الأمية إلى المستوى الجامعي، ويتم التعليم عن طريق متابعة الدروس عن بعد بالمراسلة أو في إطار الحرية النسبية، حيث تتكفل المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بنفقات التسجيل. وهذا ما استغله هذا السجين الذي دخل المؤسسة العقابية بمستوى أولى متوسط، وها هو اليوم يحمل 6 شهادات للبكالوريا وشهادات أخرى في مجالات أخرى حاز عليها أثناء تواجده بالمؤسسة العقابية. صحيح، أنا عندما دخلت المؤسسة العقابية كان لدي مستوى أولى متوسط، والشيء الوحيد الذي حفزني على متابعة دراستي وهو توفير كل الوسائل المتاحة للدراسة، سواء من جانب الكتب المدرسية أو من جانب التسهيلات التسجيلي في الدراسة أو من جانب الأقسام الدراسية والأساتذة ذلك. والحمد لله أنا اليوم لقد تحصلت على 6 شهادات بكالوريا بمعدل تقريبا كلهم جيد، ولم أكتفي بذلك فقاموا بتسجيلي في جامعة التكوين المتواصل فتحصلت على 2، ولم أكتفي أيضا بذلك فتحصلت على 8 شهادات في التكوين المهني. والحمد لله الواحد الإنسان ما يقولش أنا دخلت للسجن صايم ما نكملش حياتي، الحمد لله راني قدامكم، راي عندي نجاحات
حققتها البرة ما نقدرش لم استطيع ان احقق هذه النجاحات في الحريه، والحمد لله حققتها داخل المؤسسه العقابيه. سؤالكم صريح معايا، نهار دخلت المؤسسه العقابيه كنت كان على بالك انه حتلحق لهذا المستوى؟ والله صدقيني نقول لك بكل صراحه ما كنتش كنت حاط الحبس كي تدخل صاي ما تلقى الحاله مسكره، بالعكس كي جيت الحبس لقيت حوايج موفره لبرا ما كنتش واقفين علينا من كل النصائح، الوقت الفراغ قاع ما خلوهن، شوف نقرا في الباك تكوين بعدك كي التكوين المتواصل جامعه التكوين المتواصل قاع منسقين معاهم منظمين وقتنا كل شيء الحمد لله يا ربي. يعني استغليت المحكوميه ديالك في التطوير تاعك؟ في التطوير تاعي والحمد لله كون جيت برا حبس في اولى متوسط ما نقدرش نكمل الحوايج هذه، الحمد لله اليوم راني نجاحات اللي راني محققها كاينه ناس برا تتمنى باش تحقق، وانا الحمد لله يا ربي ما راحش السنين اللي فوتت هنا ما راحوش هذاك، الحمد لله راني وان شاء الله كي نخرج نندمج في المجتمع ونخدم بهم ونكمل بالباكات اللي ما سجلتش بها نسجل بها حقوق نسجل بها حاجه نكمل الدكتوراه باذن الله سميع العليم. الحاجه اللي حفزتني اكثر واكثر في كل عام نسجل في البكالوريا العام الاول كي نجحت زغريتي هنا في البروار امي تزغرتني نقول لك فرحه رسمت لها واحد الفرحه في وجهها ما شفتهاش برا كي كنت برا ما فرحتش كيما هنا ولذلك حفزت عاد كل عام نجي تسقسيني ديريكت الباك قالوا كذا كي نقول رسمت لهم فرحه كبيره كي تجي يعني نقول لك فرحه قالت لي حاجه اللي ما فرحتنيش بها برا راك شوف سبحان الله داخل السجن رسمت لي فرحه كبيره ممنوع مع جيراننا البرا تقول لهم نخرج لهم الشهادات تاعي تقول لهم ها وليدي كيفاش ها ومن الحمد لله يا ربي. بيان سور بيان سور القرار دونك هذو حوافز مشجعه دونك بريميرمون اللي يلفي لو كوتيديان تاعو ما نساوش بانها بيئه مغلقه وصعبه اون ميم طون دونك يلقى روحو الناس تشجع فيه ويلقى فرصة عمل ولا فرصة تكوين ولا دونك هادو حوافز مشجعة بالك ما لقاهاش برا بالك الانتوراج اللي كان فيه برا ما كانش ملائم ولا مشجع ولا هنا كونطرا هنا يلقى روحو باش هكذا يتانتيغرا بلوطا ان شاء الله في الليل. ارتكاب الجرم ودخول السجن والعيش خلف قضبانه لسنوات عدة ليس بالأمر السهل، فهنا حياة أخرى ونمط آخر لا يسلم منه إلا من انغمس في إعادة تكوين نفسه بالدراسة والتعليم والتفرغ لحفظ القرآن وتعلم أحكام التجويد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. كانت عند دخولي إلى السجن بدأت أتعلم القرآن بطريقة يعني كنت أتعلم في البداية طريقة عصامية معناتها أتعلم وحدي أتعلم من الكتب، وبعد ذلك تعرفت على الأساتذة وبدأت أتعلم عندهم الدروس وأتلقى الدروس عندهم أنا ويعني مجموعة من التلاميذ داخل الأقسام المخصصة يعني لتعليم القرآن داخل المؤسسة. وبعد مرور سنة أو سنة ونصف تعلمت أحكام التجويد وكذلك حافظ أكثر من 25 حزب داخل المؤسسة. وبعد الاختبار الذي أجريته يعني كان مجموعة من المشايخ والأساتذة داروا لنا اختبار يعني تاع الإنسان اللي يكون متمكن في الأحكام التجويد وفي حفظ القرآن، صرحوا لي باش نبدا نقري نبدا نعلم هيا فبدات التعليم وانا منذ حوالي سنتين وانا اعلم القران يعني هو كل شيء الانسان يعني اللي يرتبط بالقران ويتمسك بالقران ويلتزم يعني يحرص على قراءه القران ويحرص على ذلك يعني غادي كما نقولوا باللغه العربيه يجد فوائد كثيره منها يعني الالتزام يعني بالدين. وكنصيحة لكل يعني لكل الزملاء يلتزموا بحفظ القرآن لأنه الدليل الصحيح في الحياة. الاتفاقية ما بين وزارة الشؤون الدينية ووزارة العدل أن تعليم القرآن يوميا هنا بمؤسسة العقابية، والتوقيت يبدأ من الساعة 9 للساعة 11 بالضبط، وتعليم القرآن منهم تعليم احكام التجويد
والحفظ، ومنهم مبتدئين ومنهم من يحفظ القرآن كله ومنهم من مبتدئين في قراءة القرآن. الوقت داخل السجن يمر ثقيلاً، فالانعزال عن العالم الخارجي وعن الأصدقاء والأهل والمكوت داخل هذا المكان المغلق يساهم في ثقل الزمن وتوقف التفكير، ما جعل هؤلاء السجناء يستغلون ويختارون ملأ يومهم بأنشطة تهون عليهم ثقل الوقت داخل السجن. أنا كي دخلت كنت ما نعرفش نرسم، كان عندي ميول للرسم، وبعد ذلك رحت لمصلحة الإدماج باش نطور في الرسم، وطحنا مع واحدة وعلمنا ورا وخرج وهو برا، وتعلمنا فيه سبعة وعلمنا سبعة احنا اللي خدمناهم كاع برا هذوما، ودوكا عندنا زوج أفواج فيهم 15 راهم يتعلموا إن شاء الله على 6 شهور يعاودوا يولوا كيما حنا. هذه الحرفة تعلمتها في السجن. نشكر الإنسان اللي علمني، كان هنا نزيه ذكره وبرا خليها لي علمني مليح كاع. وذكي أنا راني علمت عباد وحدة أخرين، 6 من الناس راهم ذكي متفوقين في الخدمة هذه. وعندنا ثاني في واحد 50 واحد رانا نعلمو فيهم، 4 مجموعات دايرين. وقولي دوكا يعني يومياتك دوكا راك تجي دائما تقوم بهاد الاعمال؟ يوميا ونزيد نطور فيها ونزيد نشوف حوايج، كاين حوايج جدد نزيد ندخلهم من عندي كذا. واش علمتك هاد الحرفه؟ واش علمتك وانت داخل المؤسسه العقابيه؟ علمتني بزاف حوايج. علمتني اول حاجه صبر الانسان، ثاني يحب مهنه، باسكو هذه الحوايج ما تفناش. انا نوصي اي نازل اللي راه يسمع فيا يقول له بروفيتي الوقت تاعك، خدم حاجة المستقبل تاعك، حاجة تبقى لك خير من الفيد هذا. بالعكس كاين عباد بداو حياتهم من الحبس، كي خرج من الحبس بدا مهنة جديدة كذا، كان برا ما يخدم، جا الحبس تعلم وكذا وذكيا ولبس عليه خدام مهنة ومندمج مع الناس. بون يعني من الفتره اللي يحكموا علينا بالعقوبه تاعنا، حنا درنا بالك في راسنا باللي سيتي بون بور لا ميوزيك، واللي ما نش رايحين نتلاقاو بهاد خطره واحده اخرى. جينا لهنا المؤسسه شفنا عباد كانوا مقبل منا لهنا في المؤسسه كانوا يديروا موسيقى، درنا دي دوموند وين اكسبتاونا هما تاني، وحتى لحقنا وين درنا لا فونفار تاعنا ورانا اليوم قاعدين نخدموا مع بعض. عندنا غير لو فوندغودي برك اللي ما نجوش فيه لهنا، لي فوندغودي جون نحسبوها لا جورني تاعنا حنا، سينو او كور لا سيمان كاع رانا لهنا، رانا لهنا في لا ريبيتيسيون. ميم سي ان موان باش لينا حنا باش نديفوليو بها هادي، سي ان موان دوبلي ان بو باش نساو شويه بلي رانا في الحبس ولا رانا في هادي ولا. انا هنا بور لو سولاجمون، هذا ما كان ورانا سولاجي وبادي باسكو هذا سي نوتر هوبي سي نوتر فوالا سي نوتر باسيون. كما تابعتم في هذا العدد الخاص من برنامج خلف الستار، والذي قدمناه لكم من داخل مؤسسة إعادة التربية والتأهيل بعين والسارة، ورشات للتكوين والعمل وأقسام للدراسة ونماذج حية لسجناء استغلوا فترة محكوميتهم في الدراسة والعمل والتكوين، وأدركوا أن الخطأ ليس عيب ولكن العيب في تكرار الخطأ. شكرا لكم.